وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي. مساء الخير دكتور خالد. دكتور، عقود من الانقلابات لعائلة حمد بن خليفة الثاني منذ تأسيس إمارة قطر، يعني أنت كمؤرخ وباحث يعني بدنا أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا، مساكم الله بالنور. بلا شك يعني القارئ في التاريخ القطري يعرف أن هذه الأسرة هي أسرة انقلابات، وبلا شك يعني كانت البداية طبعا بانقلاب خليفة بن حمد على ابن عمه، وهذا تاريخيا معروف. يعني حتى استيلاء الشيخ قاسم على الحكم، يعني نحن نعرف أن إمارة البحرين كانت تابعة لآل خليفة تاريخيا يعني، وهذا الشيء لا ينكره أحد. وأنا أعتقد حتى الآن ما يقوم به للأسف الحمدين من حقد على الأمة العربية طبعا بشكل عام، وعلى البحرين بشكل خاص، هذا ينبع حقيقة من حقدهم على البحرين بأنهم كانت بلادهم كدولة تابعة للبحرين. وطبعا يعني هذا التاريخ، نحن لا نستطيع أن نغير في التاريخ. وبلا شك أن يعني الدول تغيرت في ظل الاستعمار البريطاني، وأصبحت هناك حدود، وأصبحت هناك أمور يعني منذ القرن السابع عشر، وآل خليفة يحكمون حقيقة البحرين منذ أيام أحمد الفاتح، وهذه الجزر يعني تابعة لهم كلها. وللأسف حتى تلاحظ ما قاموا به من تفجيرات في الجزيرة حقيقة الحمدين، هذا حقد واضح يعني حقيقة على البحرين تاريخيا. أنا اليوم حينما أقرأ وأرى يعني إعلامهم على الإرهابي علي سلمان حقيقة بهذا الشكل، ومحاولة الدفاع عنه، رجل مجرم يعني تعاون ضد بلاده، رجل يعني تابع لولاية الفقيه، يريد تكوين يعني دولة طائفية داخل البحرين. والبحرين عبر تاريخها في القرن السابع عشر وحتى اليوم يعني لم تشهد الطوائف هذه حقيقة التعايش بين إخواننا من الطائفتين السنية والشيعية الكريمتين. نعم. يعني هذا عبر التاريخ سيدي الكريم. اليوم أنت جاي تخلق جو يعني من الكراهية ومن الفوضى بتلك يعني الخطب حقيقة هو وعيسى قاسم، وللأسف تأتي قطر لتدافع عنه بهذه الاستماتة يعني عبر الجزيرة وعبر وسائلها. بصراحة نحن منذ أن عرفنا التاريخ اليوم البحرين سيدي الكريم ليست يعني وليدة اليوم، هذه البحرين تاريخها ما قبل الإسلام تاريخ دلم الكل يعرفه، وفي ظل الإسلام رسائل سيدنا محمد إلى عليه الصلاة والسلام إلى عمان والبحرين واليمن. يعني هذه الدول التي ذكرت البحرين حقيقة تاريخ، ومن يتعرض لهذا التاريخ ويحاول بأي شكل يمحي هو الخسران، وهو يعني لا يعرف تاريخ بلاده يعني للأسف التجاوز. نعم. طيب دكتور خالد، يعني فيلم العربية ربما كشف هذه التركيبة المعقدة لزعماء السلطة في قطر، يعني نعم. باعتقادك هم ما أدخلوا الأزمة إلى نفق لا حل، يعني هل باعتقادك أن حل الأزمة هو تجاوز لهذا النظام وعودة الأسرة الأولى الحاكمة الأصلية إلى سدة الحكم والقرار؟ بالتأكيد. يعني اليوم حينما نحن ننظر إلى تاريخ الشيخ أحمد بن علي والعلاقة حقيقة التي تربطه، سواء كانت العلاقة الأسرية التي ربطته بحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمه، أو العلاقة التي ربطته حتى بالشيخ زايد يعني وحكام الخليج عموما، حينما كانت تجرى اتفاقيات الاتحاد ومحاولة اتحاد الإمارات من 67 إلى 70، هذا الشيء واضح. وانفرط هذا العقد للأسف بالانقلاب الذي قام به خليفة بن حمد يعني ليتولى الزعامة. اليوم
نحن حينما ننظر كل واحد يحب السلطة، لكن تحب السلطة من أجل أن تغير أنظمة المنطقة. يعني ما شاهدته حقيقة سيدي الكريم منطقة الخليج من انقلاب في 96 هو محاولة للانقلاب على جميع الأنظمة العربية. دول ناس لديهم حقد ويريدون أن يحكموا أكبر، يحكم الوطن العربي بالكامل. نعم. للأسف هذا للأسف سيدي الكريم أريد أن أقول نقطة، الدكتاتوريات في التاريخ العربي موجودة، كان أمامنا صدام حسين وبعده القذافي وغيرهم، للأسف هؤلاء لم يتعلموا من التاريخ ولم يروا إلا أنفسهم كهتلريين جدد للأمة العربية. لكن اليوم الأمة العربية اليوم حينما تبني بلادك تبنيها اقتصاديا، تبنيها تنمي في الإنسان وليس الأطماع. الأطماع ستزول، وللأسف بإذن الله الحمدين زائلين. نعم. ولن يحكم قطر إلا ناس ترى بأنها جزء من خليجها وجزء من أمتها العربية. نعم. من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي، شكرا جزيلا لك.